خير، لاباس عليكم. بخير، صحة لاباس. اليوم لا سالاد ديالنا غتكون كومبوزي فروي اي ليغوم، ولكن لي فروي يكونوا مختارين اللي ما ياثروش عندنا، اللي ما فيهمش دي كالوري واللي مزيانين لنا صحتنا. الوغ نبداو باذن الله، ساهله بسيطه. الوغ عندي الخس، اعتمدوا عليه بزاف بزاف بزاف. عاد عندي الفكوس اولا الخيار، الا كان الخيار كان احسن، مي مره تنبدلو. عندي واحد ربعة الحبات ديال الفجل يكونوا صغار، عندي واحد ربع اناناسة مقطعه طريه ما تكونش ديال الحك، عندي واحد مطيشة ولا جوج مقطعين جناوح محيدين ليهم الزريعة ومقطعين جناوحات، وعندي رمانة غادي ندير لي 3 كاغ ديالها، والاخرين نخليهم تزين. فوالا لا سلطة ديالنا واجدة. عندي الملحة، عندي زيت زريعة الكتان. هذا الأسبوع هذا غنعتمدوا على الزيت ديال زريعة الكتان لأنه مهم، وعاد من بعد غادي نغيروه. نديرو الزيت تاع العنب ديال هذا العظم ديال العنب، أولا الزيت ديال الكوك. غنديرو بالحق زيت الكوك، خاصنا مقادير اللي يكونوا مناسبين اللي تيمشيو مع هذاك الزيت ديال الكوك، المذاق ديال زيت الكوك. دونك ان شاء الله غادي نديرو دي سلطات اللي غنديروهم بالزيت تاع الكوك، وهادو كلهم زيوت اللي صحيه وضروري تعتمدوا عليهم في الريجيم ديالكم. الو لا سلطات ديالنا ها هي واجده، غندوزو دابا للتقديم. فوالا غادي نقدمو السلطة ديالنا هكدا، نديرو شوية الأناناس من الفوق، غناخدو دوك الطريفات ديال المطيشة اللي نقصنا، تخليو وحيدات هكدا للديكور باش يجيو باينين من الفوق. وغادي نديرو الحب تاع الرمان اللي نقصنا. هانتوما شتو ما تنديرو لا صوص لا والو، بغيتو تيقوني راها تتجي رائعه في المذاق مليحه، وهاد الزيت تاع زريعة الكتان تتجي هائله في المذاق، انا تتعجبني. اللي ما بغاش يزيد خل البيض، اولا يزيد واحد المعلقه تاع خل البيض، اولا معلقه ديال عصير الحامض، اولا الخل بلزاميك. دونك انا تنفضلها هكذا. اوكي بالصحه والراحه. السلطة ديالنا هي هذه، تنقدموها بهذا الشكل ورائعه بالمذاق، تجي هائله بزاف. عاد بالزيت ديال زريعه الكتان، ها هو كاينين هادو، كاينين دوك القريعات الصغار اللي ديال الكوزميتيك راه تتكون مكتوبه فيها استعمال داخلي وخارجي. دونك هذيك حتى هي تيكونوا صالحين مادام استعمال داخلي وخارجي، دونك تقدروا ناكلوها، تقدروا تستعملوهم، ودايره 15 درهم، دايره 15 درهم. وبالصحه والراحه.